انا بعد حدوث زلزال 1992 باع كل متضرري الزلزال الشقق بتاعتهم لسكان عاديين جدا غير متضررين بالزلزال. وحتى بيع حتى بعد بيع كل المساكن اصبحت منطقه كامله في حي المقطم تسمى بمساكن الزلزال، واصبح سكان منطقه النافوره السكان الاصليين متضررين جدا من سكان الزلزال على الرغم ان هم ناس عاديين جدا برضه. بس عارفين سكان الزلزال دول ليهم مميزات كتير قوي. ايه هي؟ مش عارفه. بس هم اكيد ليهم مميزات يعني. يعني انا مثلا من زمان وبيقولوا لي انت مميزه في البيت في الفصل في المدرسه ما بين صحابي في كل حته. كان عندي ميس الله يمسيها بالخير قالت لي عارفه يا هدير؟ قالوا لكم انا اسمي هدير امين. قالت لي عارفه يا هدير انت هتبقي حاجه كبيره قوي في المستقبل. بس هي ما قالتش انا هبقى حاجه كبيره في ايه؟ يعني مش امالي انت نسيتي تقولي. فقعدت افكر ساعتها كان عندي 11 سنه وفصلت اول جيبه في المصنع اللي انا كنت شغاله فيه بعد ما كنت صبيه بتقبض 5 جنيه في الاسبوع. انا قعدت على مكنه وتقريبا كنت بقبض 100 125 في الاسبوع، وده كان انجاز فظيع بالنسبه لي 11 سنه. قلت بس يمكن هي دي الحاجه الكبيره اللي متأملة قالت عليها، انا هبقى صنايعيه بقى. قلت يلا لسه صغيره يعني لسه شويه. دخلت ثانويه عامه، دخلت اثار قسم ترميم، قلت خلاص هي دي انا هبقى مهندسه ترميم وهلف العالم وخلاص بقى، وكل بلد هرمم فيها حاجه كده انا هبقى عظيمه. واطلع سقالات وانزل من سقالات. طب وبعدين؟ وقف. هي دي الحاجه الكبيره؟ انا مش حاسه ان انا بعمل حاجه، انا برمم. مفيش شغل اصلا في مصر ترميم انت اخرك صنايع يعني. فقلت لا اكيد في حاجه ثانيه. قعدت افكر هو انا طب يعني ايه الحاجه اللي انا بحبها وممكن ابقى كبيره فيها؟ لقيت ان انا بعرف ارسم. رسمي حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. فقلت الله انا بحب الرسم قوي، بما ان اصلا كان ترميم كل شغلنا رسم. فانا قلت خلاص انا هغامر، انا اكني ما خدتش الاربع سنين خالص وهكمل في الرسم. كنت مؤمنة جدا ان احنا بنعرف نعمل اي حاجة. بما ان انا بقى اشتغلت وتعلمت حاجات كتير في المصنع فانا بعرف انتج. طب وفيها ايه لما ارسم واجرب في الرسم؟ كنت ببص الاقي ناس ما بتعرفش ترسم ورسمها حلو قوي. وانا رسمي جميل جدا وعندي موهبة، بس ليه الفرق ده؟ لقيت ان في حاجة تانية اسمها ارادة، تدريب، دول ما كانوش عندي. فقلت خلاص انا هبدأ. دخلت كلية فنون جميلة قسم جرافيك دراسات حرة، وقلت انا هتمرن واتدرب، واتدربت عشان كنت مؤمنة ان انا هعرف ارسم. ده بقى رسم بعدها. انا مش بس رسمت حلو، انا قررت ان انا هعلم الناس ازاي يرسموا، لان في البدايه كان رسمي حلو مش قوي. بس قلت ليه ما اعلمهمش زي ما انا اتعلمت؟ لا الرسم ده زي الكتابه، زي ما اتعلمنا نكتب هنتعلم نرسم. رسمت لوحات عظيمه بالنسبه لي. صفحات اجنبيه بقت تنشر صورتي، مقالات، افتح اليوتيوب اكتب اسمي، لا ده في رسومات بتنزل. انا وصلت لحاجه من الرسم. وقفت. هي دي الحاجة الكبيرة؟ بقيت فنانة؟ الناس بتشير صوري، في حد بيقول إن في واحدة بترسم. طب إيه برضه؟ مش دي. أنا برسم، شكرا، رسمة حلوة، الله، طب وبعدين؟ لا، في حاجة تانية. إيه أنا مش عارفاها؟ كان من ضمن الحاجات اللي كانت في دماغي ان انا هجرب اشتغل اي حاجه. فزينب يازون ده اول ارت سبيس في مصر كنت بدي فيه ورك شوب رسم، باني كنت بعلم الرسم، فده مكان كنت بتعلم فيه الرسم. اتطوعت ان انا اشتغل فيه. كان الفاوندر بتاعه اكرم عبد العزيز. ساعتها انا كنت قاعده بقول انا عايزه اعمل حاجه كبيره قوي في العالم بتاعي. لما رحت عند اكرم زينوبيا ده قال لي
عمل بالضبط زي اللي فتح الشبابيك والبيبان في الأوضة اللي أنا كنت قاعدة فيها. فأنا كنت بقول إيه ده؟ ده أنا كنت كان ده العالم بتاعي؟ لما فتح الشبابيك ده في بحر، في سماء، في أرض، في كواكب. إيه ده؟ ده في عالم تاني أصلاً. أنا بفكر أثر في أوضة، فين العالم ده؟ في عالم تاني أصلاً. ساعتها كنت مش بعمل حاجة غير أن أنا بس أتعرف على ناس، أتعلم، أفتح اليوتيوب، أسمع كل الأدباء والمفكرين والناس الأغنية والناس الناجحة، وأسمع تيد والناس اللي بتقف في تيد. الناس دي عملت إيه؟ هي الناس دي نجحت إزاي ووصلت إزاي كده أن هي تأثر فيا؟ طب هو أنا هبقى مكانهم إمتى؟ إمتى هقف وأثر في الناس زي ما أنا كده بسمع والناس تأثر فيا؟ طب هعمل إيه؟ من ضمن المغامرات بتاعتي قررت أمثل. قلت إيش مشكلة؟ يعني أنا عرفت منين إن أنا برسم؟ لما جربت، طب أنا هجرب أمثل. كانت ورشة رسم، ورشة مسرح كده بسيطة، فإحنا اللي كنا بنعمل المشاهد بتاعتها. فكانوا بيقولوا لي هيا هدير هتطلعي في مشهد عامل إزاي؟ قلت لهم أنا عايزة أعمل مشهد، أنا ليه ما دخلتش التاريخ؟ أنا ليه الناس مش هتكتب عني؟ ليه كده ما افتحش الكتاب بعد 100 سنة، مش أنا أحفادي يفتحوا الكتاب بعد 100 سنة يلاقوا درس كده هدير أمين زي هدى الشعراوي مثلا؟ ليه؟ فقالوا لي طيب، كان السؤال اللوجيك الطبيعي هو أنت عندك إيه تدخلي بالتاريخ؟ ساعتها فكرت لقيت إن أنا فعلا ما عنديش حاجة أدخل بيها غير إن ضحكتي حلوة تقريبا. كان في إجماع على كده، فقلت ليه ما ادخلش التاريخ وانا ضحكتي حلوه يعني. طبعا كان فن يعني، وقعدنا فعلا نفكر انا ازاي هدخل التاريخ. كان في واحده معايا اسمها ساره عناني بالمناسبه، خمسه من اطفال الزلزال ما يعرفوش مين هي ساره عناني. ساعتها ساره قالت لي هو انت ليه بتدوري دايما انت تعملي حاجه كبيره قوي وممكن الناس تنساها تاني يوم؟ ليه ما بتفكريش ان انت تاثري في الناس اللي حواليكي؟ ليه يعني لو انت عملتي لي انا حاجه حلوه انا هاثر في حد تاني بالحاجه اللي انت اثرتي بيها، فالحد التاني هتوصل له حاجه ثالثه. ساعتها فكرت في كلامها كده وقلت طب هو انا اللي دايما فعلا عماله بفكر انا هاثر في الناس ازاي واصلا ما بفكرش في نفسي؟ طب ما افكر في نفسي اشوف انا بعرف اعمل ايه؟ طب ما اثر في نفسي انا الاول واعمل الحاجه اللي انا بحبها وساعد الناس بالحاجة اللي أنا فعلا بعرف أعملها. ساعتها فعلا أحس بحاجة، يعني ليه فعلا بفكر دايما بحاجة كبيرة؟ كان ساعتها عندي شغف بفكرة العلاج بالفن، فقررت إن أنا هعمل ورش مع أطفال السرطان. عملت ورش أعالج أطفال ذوي احتياجات خاصة، أطفال في الجمعيات اللاجئين وبلا مأوى. قد إيه كان بيفرق معايا لما الدكتور يقول لي يا هدير اليوم بتاع الورشه بيفرق جدا في نفسيه الاطفال. قد ايه لما بروح تاني يوم مثلا في الحضانه بتاعت الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، قد ايه بلاقي حد اتغير، حد ما كانش بيعرف يمسك قلم بقى يمسك، حد ما كانش بيعرف يتحرك حركه معينه بقى يتحرك. قد ايه بقى بيفرق ان انا لما بنزل الصوره دي مثلا على الفيسبوك الاقي حد من محافظه تانية يقول لي انا رحت المستشفى بتاعت معهد الاورام اللي عندي في المحافظه الفلانيه وعملت ورشه زي اللي بتعمليها وفي اطفال اثرت. ركزت كده، ايه انا في اطفال انا ما شفتهمش اتاثروا بحاجه انا عملتها؟ لا انا عملت حاجه فعلا اثرت في حد تاني انا ما شفتهوش. صدقت كلمه ساره، لا ده فعلا صح، لما بتصدق نفسك بيوصل للناس اسرع. نرجع تاني، دايما فكره الفلوس عندنا احنا مضطرين نشتغل عشان نجيب فلوس. حلو ان احنا يبقى عندنا هدف سامي نمشي عليه، بس سامي نفسه بيسيب الهدف ويروح يشتغل عشان نجيب فلوس مبدئيا. فاشتغلت حاجات كتير قوي، خياطه بما اني كنت في المصنع، بما اني فنانه اشتغلت نقاشه، اسمها نقاشه علشان انا مش مهندسه ديكور، انا كنت بمسك الروله وبدهن قبل ما برسم. اشتغلت بقى مكوجيه، ادي دروس، اعلم الاطفال، غير ورش الرسم، حاجات كتير قوي. الفرصه اللي جات لي وانا في زينوبيا كنا قاعدين بنخطط كده ايه المكان محتاج ايه،
فقالوا حاجة اسمها عايزين بيم باك. خمسة من ضمن خمسة من سكان الزلزال في المقطم ما يعرفوش يعني ايه بيم باك، ولا انا كنت اعرف يعني ايه بيم باك. ساعتها قالوا لي ان البيم باك دي عبارة عن شلتة بالعربي، دي عبارة عن جلد او قماش بيتحط جواها فوم لما بتقعد عليها بتبقى مريحة جدا لشكل الجسم. طيب ايه؟ طب هي بكام؟ لا بأرقام خرافية جدا. ليه يا جدعان؟ هي غالية كده ليه؟ طب خلاص انتوا بتعرفوا تجيبوا الحاجة اللي جوه؟ اه مؤمنة ان انا بعرف اعمل اي حاجة، فخلاص انا هعمل لكم الكفر اللي بره وانتوا حطوا فيه اللي جوه. ففتحت صديق اليوتيوب هاو تو ميك بيم باك، جالي طبعا ايه 5000 فيديو كده ولا حاجه، قعدت اتفرج واجيب قصايص وادور طبعا ابدعت يعني عملت حاجات ما شاء الله زي الزفت، بس في الاخر انا طلعت احلى بيم باك. فكان كل ما حد يجي المكان الله حلو قوي مين اللي عاملها؟ هدير. طب هدير اعملي. الله حلوه مين اللي عامل دي؟ هدير. طب هدير اعملي. هدير اعملي. هدير اعملي. هدير اعملي. طب خلاص بقى اعملي براند على الفيسبوك طول ان انت فيه بتصنعي. رجعت تاني لقعده المكنه. طب ايه بقى؟ انا كنت قررت خلاص ان انا هخرج من جلباب امي ده ومش عايزه خياطه يعني كفايه السنين دي كلها. طب خلاص بمعنى ان انت قررت تعملي حاجه وفعلا عجبت الناس وصلت للناس، انا هجمع اكتر حاجتين انا بحبهم وبعرف اعملهم اللي هما الرسم والخياطه. فعملت ابره وريشه. ابره وريشه هي عباره عن الراحه والفن، ودول اكتر حاجتين بحس ان حياتنا محتاجاهم من وجهه نظر. ابره وريشه قررت ان انا مش هعمل بس منتج بيم باك وابيعه، لا انا هقدم روحي مع البيم باك. فروح هدير فيها رسم، فقررت ان انا هعمل بيم باك عليها اسامي، ارسم عليها، اجيب الوان مطرقعه، اعمل اشكال مطرقعه، انا دي وانا اللي رسمها وانا اللي عامله كل حاجه، بعمل موديلات مختلفة أنا دي برضو. فكرة إبرة وريشة كانت صعبة يعني كل اللي فات ده كوم وإبرة وريشة كوم تاني، لأن إبرة وريشة هي هدير وهدير هي إبرة وريشة، الاتنين معجونين في بعض. هي اللي بتعمل كل حاجة، بتنزل تجيب القماش وبتقصه وبتفصل وبتتعامل مع الناس والزباين والسوشيال ميديا والتسويق كل حاجة. جيت في يوم بمعنى التسويق يعني عايزة أقول للناس تعمل بقى صفحه، لان شغلي كله على الفيسبوك، هدخل الناس اقول لهم ممكن لايك، ممكن تعملوا شير، فيك قوي يعني. طب وبعدين قعدت افكر، افتكرت كده زمان لما كنت في مصنع بابا بخمسة جنيه، دلوقتي انا في ناس شغاله معايا وبقى عندي فريق وبقبض ناس. الله طب ما اكتب ده. فكتبت بوست، انا فاكره اول مرتب اخدته كام وفي الاخر واتمرمطت قد ايه واتبهدلت ورحت وجيت ولا بلا بلا، وفي الاخر انا عملت ابره وريشه. صحيت وصل 1400 شير و4000 لايك. طبعا كل الناس مركزه معايا ان البوست طرقع، انا مركزه انه طرقع بسبب ابره وريشه طرقعت، يعني ده اللي كان مركز معايا. بعدها جرايد، تلفزيون، تقارير، اشهر قصه نجاح فجاه، واخيرا انا كان عندي حلم في يوم من الايام ان انا اقف هنا في تيت، وقفت، بس ده مش معناه ان هو اخر الحلم، انا عندي حلم هناك انا مش عارفه ايه هو لسه، طبعا هكتشفه، بس انا واثقه ان لسه في احلام كتير قوي هحققها. كل الفكره ان انا صدقت نفسي وحلمت وقررت ان انا هحلم وهغامر وهجرب، ما قلتش لا انا مش همسك رول عشان انا بنت، ما قلتش انا مش هطلع السقاله عشان خاطر الجيبه اللي انا لابساها. انا واحده من ضمن مساكن الزلزال، وكان نفسي قوي اروح لسكان
النافورة، بس انا ما رحت لهمش وقادرة ان اروح لهم، بس انا فضلت هنا وعملت طريقي بايدي. واول مقر الإبرة وريشة هو في مساكن الزلزال، واول السور لإبرة وريشة برضو هيبقى في مساكن الزلزال. كل اللي انا عايزه اقوله ان انت هتبقى انت في اي مكان انت فيه، بس احلم، صدق حلمك، غامر، منفذ.